طول هذا العملاق 3 متر 42 مع الاسبايك 3 متر 16 مع البلوك. رساله ايل منصور استقبال فيومي بجر يرفعها سهله دي للديفنس يجيبها سيزيتو عبد الله ودوله ولكن الديفنس تجاب تعدي سهله من اللعبه شانس بول للنادي الاهلي دوله عبد الله صلاح الوحش اللي بيواجهه ما بينجحش يطير ويسهل حاجات كتير العملاق الاهلاوي يضرب من اتنين ويخلص باتقان في ملعب الاتحاد السكندري مطرقه جديده توجع الملعب الاتحاداوي